قديم تأسس بال 78 قبل الحرب بسنتين، وبقيت لغاية ما صار الحصار، أعتقد هو الحصار بعدنا إذا نقاوم. طبعا دين حر، النكهة تبقى باللحم بالدجاج بالتمن والمرق، تمن معه تمن السهر بينك ما دين حر. هذا دين حر يعطيك فد ميزة يعني بالأكل، طعم يتغير عنده، يصير أكل جيد ممتاز بالدين الحر. لدين عادي لا يختلف، الأكلة تختلف الصيف مو نوع عندي. تردد المطعم على ابو الخير، اولين اسم قديم واسم على مسمى ابو الخير، خبز ابو الخير ما شاء الله. هذا شوف يعني الاكل خير منه، اضافه للطعم والنظافه، يعني النظافه ما شاء الله عليه، نظافه واحد على واحد، والطعم جدا جدا الاكل ايام الخير القديم. عن المندي او تفضل المندي عن الكوزي، هي ترى اذواق. اليوم انت من تاكل مندي او ترجع تاكل كوزي، راح تشوف الكوزي طعمه اطيب من المندي، فايش راح تفضل انت؟ اكيد راح تفضل الكوزي. ليش؟ لان الطعم، النكهه، كل اكله لها نكهتها الخاصه. سعر الكوزي عندي نوعين، عندي كوزي كامل اللي هي تجي 450 غرام وقطع لحم، اضافه لها نوع تمن ونوعين مرق والمقبلات 20. كل الزند بخاصره.